سامر الحمصي مراسل شبكة شام في حمص. السلام عليكم أخي سامر. السلام عليكم. يعني ابدا من التقاليد الزارة. طبعا القريه محاصره من 10 ايام، الاشتباكات مستمره، الجيش النظامي يحاول اقتحام هذه القريه منذ عده ايام. اليوم الاشتباكات منذ صباح الباكر مستمره بين قوات النظام وبين الجيش الحر. طبعا استطاع الجيش الحر تكبيد قوات النظام خسائر كبيره، وهم صامدون ان شاء الله وسيمنعون دخول هذه القريه من قبل قوات النظام. طبعا هناك شهداء في صفوف قوات الجيش الحر حتى اللحظه 4 شهداء. طبعا نحن يعني متخوفون من ان يستطيع قوات النظام اقتحام هذه القريه وارتكاب مجازر فيها. طبعا التهديدات من قبل قوات النظام ومن قبل فرع الامن العسكري لاهالي القريه انه سيكون هناك يعني اكبر مجازر تشهدها مدينه حمص في هذه القريه. طبعا يعني تم الحديث في مبادرة جنيف عن أحياء حمص القديمة وأنه سيتم محاولة إدخال مواد إغاثية إلى داخل هذه الأحياء أو إخراج النزلات خارجها. طبعا بالنسبة للمواد الإغاثية حتى اللحظة لم يدخل شيء ولا يوجد أي بوادر لإدخال أي مواد إلى أحياء حمص المحاصرة. ما تزال هذه الأحياء محاصرة ومحاطة بالحوادث من جميع الجهات. طبعا 500 وتقريبا 590 يوم تتعرض هذه الأحياء للحصار والقصف بشكل يومي. اليوم لم يختلف الحال كثيرا، قصف استهدف هذه الأحياء مع محاولة الاقتحام من جهة جورج الشيراح واشتباكات شهدتها هذه الجبهة، وهناك شهيد حتى اللحظة في داخل أحياء حمص المحاصرة. كما ذكرت لا يوجد أي بوادر للخروج لإدخال أي شيء باتجاه أحياء حمص المحاصرة. طبعا يعني أنا حاولت أن أتواصل مع يعني أو حاولت أن أخذ يعني رأي النساء أو رأي المدنيين داخل هذه الأحياء في خروجهم خارج أحياء حمص المحاصرة، فكانت الجواب على الشكل التالي: من وكلكم لتتكلموا عنا وأننا نريد مغادرة أحياء حمص؟ إما أن تكون حمص لنا أو لهم، لا نريد خروج خارج أحياء حمص، ما نريده هو فك الحصار عن أحياء حمص المحاصرة. طبعا الحل ليس بإدخال مواد غذائية إلى داخل أحياء حمص المحاصرة، الحل هو فك الحصار عن المدنيين وعن العسكريين الموجودين داخل هذه الأحياء. يجب أن نؤكد أنه هناك ما يقارب 200 إصابة بحاجة لعمليات جراحية مستعجلة داخل أحياء حمص المحاصرة، وأيضا يجب أن نؤكد أن هناك آلاف من ومئات من الأطفال داخل هذه الأحياء، وأيضا مئات من كبار السن داخل أحياء حمص المحاصرة. وأؤكد أيضا على انعدام للمواد الغذائية، ما يوجد من مواد غذائية هي كميات قليلة ووجبة واحدة من البرغل أو بعض حبات الزيتون. طبعا أيضا حي الوعر الذي نسي تماما من مبادرة جنيف ولم نسمع أي كلام عنه، الحي محاصر منذ ما يقارب من 100 يوم، نحو 500 ألف من المدنيين محاصرين داخل حي الوعر، القصف مستمر وبشكل يومي. اليوم تجدد القصف على حي الوعر بقذائف الدبابات والمدفعية وأيضا برشاشات ثقيلة واستهداف للمدنيين، وهناك سقوط لبعض الجرحى نتيجة لهذا القصف. أيضا اشتباكات في الجزيرة السابعة في حي الوعر بين قوات النظام وبين عناصر الجيش الحر في محاولات مستمرة لاقتحام الجزيرة السابعة واحتلالها من قبل قوات النظام أو شبيحة بشار الأسد. طبعا أيضا الريف الشمالي أيضا هو ريف منسي من مبادرة جنيف، اليوم لم يختلف حاله كثيرا، تعرضت كل من تلبيسي ورسن لقصف من حاجز ملوك وايضا من كتيبة الهندسي. بلدة الغنطة والدار الكبيرة هي جبهات تتعرض للقصف بشكل يومي واشتباكات تشهدها بلدة الغنطة على جبهة الكام وايضا بلدة الدار الكبيرة على جبهة كتيبة الهجاني وما يسمى بحرس الحدود. ايضا بلدة مدينة الحولي نحو 80,000 من المدنيين المحاصرين اليوم ايضا شهدت قصف بالدبابات والمدفعية من حاجز قرمص ومن حاجز مؤسسة المياه، وهناك اشتباكات شهدتها جبهة مشفى الوطني اليوم ايضا بين قوات النظام وعناصر من الجيش الحر. حتى يعني اكثر ما يجب الحديث عليه اليوم هو ما يحدث في قلعة الحصن وبلدة او قرية الزار، محاولات الاقتحام مستمرة والنظام مصر على اقتحام بلدة الزارة. هناك حشد كبير من شبيحة القرى الموالية والمجاورة لبلدة الزارة في محاولة لاقتحام هذه القرية، أيضا تعرضت للقصف. هناك تحليق للطيران الحربي اليوم، يعني وضع سيء للغاية، يعني نتخوف من حدوث مجزرة بحق أهالي قرية الزارة المدنيين الموجودين داخل هذا الحي. طبعا اليوم يعني تدخل اليوم العاشر للحملة العسكرية هذه على هذه القرية، وحتى اللحظة لا يوجد أي تحرك لمحاولة مساعدة المدنيين في هذه القرية المحاصرة. نعم، بالنسبة أخي الفاضل لتقدم وتحسن الأوضاع، مثلا ليس أوضاع النازحين والصامدين، يعني دائما الأوضاع سيئة للغاية، ولكن ما هي
أخبار المنظمات الإغاثية، يعني نريد الحديث وتفعيل دور المنظمات الإغاثية التي تقبض الملايين، نريد منك أن تحدثنا عن الإغاثية. نعم، في مدينة حمص يعني لا وجود لشيء يسمى منظمات إغاثية، يعني حتى اللحظة الموجود في مدينة حمص، وخدعنا يتحدث بداية عن أحياء حمص المحاصرة، هناك غياب تام للمنظمات الإنسانية، لا يوجد أي شيء يدخل إلى هذه الأحياء منذ ما يقارب 500 يوم، لم يدخل أي مواد، ما يدخل هو بعض مواد قليلة بعمليات انتحارية من قبل عناصر الجيش الحر، قد يستشهد أحد الشباب في محاولة إدخال كيس طحين مثلا إلى داخل هذه الأحياء. المنظمات الإغاثية غير موجودة تماما، غائبة تماما. أخي سامر، يعني هل عدم وجود المنظمات الإغاثية هو سبب عناصر النظام أم أن هناك منظمات متخاذلة حتى نعلم يعني من هو السبب؟ حقيقة يعني السبب يقع على عاتق الاثنين، أول شيء النظام يمنع دخول أي شيء تماما، وأيضا المنظمات الإغاثية أنا في اعتقادي إذا كانت منظمة يعني فأبدأ بالأمم المتحدة، لو كان هناك ضغط من قبل الأمم المتحدة لمحاولة إدخال شيء مع يعني المناشدات مستمرة من داخل أحياء حمص المحاصرة، ودائما يعني نوجه رسائل أن المدنيين في حالة سيئة، الحالة الإنسانية سيئة للغاية، لا أحد يسمعنا. لو كان هناك وقت من قبل المنظمات أو من قبل دول على النظام السوري كان في اعتقادي أنه كان يمكن إدخال شيء إلى داخل هذه الأحياء، ولكن حتى اللحظة كل ما يحدث، مشكلة حمص هي ليست في المواد الإغاثية، مشكلة حمص هي في صمت العالم عما يحدث من جرائم. ما يحدث في مدينة حمص هو جرائم حرب بكافة الأشكال. أولا القصف مستمر بشكل يومي، يعني لا يتوقف، وخاصة أحياء حمص المحاصرة، هذه الأحياء هي مدمرة يعني بالكامل، لم تعد صالحة للسكن، المدنيين الموجودين فيها لا يملكون أي نعم. إذا كان معنا من مدينة حمص وريفها مراسل شبكة الشام سامر الحمصي، شكرا جزيلا لك.